اثنين مشان طالع لك يعني بصراحه سبت ايدي. انت شو بتقرب للميت؟ هذا شهيد مو ميت. لما نعرف من شرط بنقول عنه شهيد، سالتك شو بتقرب وجاوبني. انا استاذ بالمدرسه. نعم؟ هذا كيف بيدخل لهو؟ وين المشكله؟ ما بيصير غير الام او الاب او الاخ. تفضل لبرا. يا ابني الله يخليك، الاستاذ اجى معي من شان يقويني. امي قوي حالك بحالك، اطلع لبرا اذا بتريد. شدي حالك، شدي حالك. يلا اذا بتريدي، خلينا نخلص. شو عجبتك كثير القعدة هون؟ خلينا نخلص. ابن اختي كمان ابنها شهيد، معلش اذا شفته اخذه. يا امي كلنا اللي مسؤولة تجي تاخذ جسمين الشهيد تبعها، الله يخليكي. هذا ابني. الله يرحمه. اطلع نادي للشخص اللي كان معه، خليه يجوا ياخذوه. وانت اذا بتريدي انزلي على الامانات استلمي اغراضك. يا جماعة بعرف انكم بتحبوه وهو عزيز عليكم كتير، بس نوار متعود قبل ما ينام يتحمم بمي سخنة، يا ريت ما تسمحوا له يغير عادته، ويا ريت تسمحوا لي انا كمان اني شاركه فيه بهالمرة الأخيرة. يا خالتي مرامي، الشهيد ما بيتغسل. هذا الشهيد ابني وانا بعرف شو بده اكثر منكم. يا مرامي حرام من الله، الشهيد لازم يندفن بدمه. لازم يندفن نظيف. خالتي مرامي نحن مقدرين حالتك. ما بدي حدا يقدر، اتركوني ساوي اللي بدي اياه وبس. بس هيك جروحه رح تضل معلقه بذاكرتك. منشان هيك لازم شوفها. استاذ حاتم يا ريت تساعدني منشان ننقل البطل على الحمام. يلا بشاكر، يلا تفضلوا يا شباب. يلا اشبوا يا شباب اشبوا. يا رب يا رب. لا اله الا الله. يا جماعة يا جماعة، الشهيد ما لازم نحممه، ودمه الطاهر ما لازم يفارقه. ما شفت حالتها كيف المسكينة؟ اعروقها نشفانة، الله يستر من عقلاتها. اي والله منا قليلة، أنا أمه بعذرها، هذا ابنها الثاني بروح حياة عينه. خليوها تقول اللي بدها إياه، نوار راح يروح شهيد سواء غسلوه أو لا. لحد الآن ما فهمان شو عم بيصير. مين هو هذا الشاب يا مرامي؟ وليش عم تعملي كل هالشيء؟ هلا بس في منعرف مين هو. بس في؟ ولك كيف دفيق زميت؟ مرامي أنا فعلا صرت خايف عليك، ليكون صار لك شيء فعلا. لا لا اطمن، لسه ما جنيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ولك هذا عايش؟ لما شفته بالبراد كان عم يتحرك، حسيت كأنه عم يحكي معي. عرفت انه لساته عايش، قلت لازم ساعده. اكيد في عنده ام عم تستناه على نار، وحرام الوقت عنده يروح على الفاضي. اقسم بالله شغله بتحط الحال بالكف، شو الحكي هاد؟ هلا مو وقت الصفن يا استاذ، من شان الله بدي اياك تساعدني. ايه والناس اللي برا اللي عم تستنى تودي على الشهيد تبع حارتها؟ لا تحمل هم، انا بتصرف. المهم هلا تلاقي لي طريقه مشان قصه الدفن، ولازم نجيب دكتور يشوف جروحه بس بدون ما حدا يحسها. والله اللي عم بيصير كثير غريب، عن جد حاسس ايدي مربطها. لا الله يخليك، هلا مو وقتها،
انت طول عمرك الحكيم يلي بنلجأ له وقت لي هالدنيا بتضيق علينا. انا هالمره قصدتك لانه الموت مضيقه علي كثير. طيب ونوار؟ نوار قد ما بعد بيضل مدفون بقلبي حتى وقت اللي كان عايش. اي نوار كان بينا؟ شوف الناس. يا ريت تسامحوني، أنا كذبت عليكم. خير أم رامي؟ شوفي، لأنه مالي غيركم من بعد الله، إياكم تساعدوني. قصة الحمام كذبة، بس أنا كنت مضطرة، كنت بس بدي أتأكد إنه يلي بيموت بضل عم يعمل الشغلات اللي كان يحبها وهو عايش. نوار كان يحب يضحك على طول، البسمة ما كانت تفارق شفايفه. لما كشفت الغطاء عنه ما لقيت غير الموت مرسوم على وشه. هذا الشيء ذبحني، قتل النص اللي بقيان من قلبي. ترجاكم ولو يا ام رامي، والله العظيم قلوبنا معك، الله يرحمه. ما بكفي، نحن تحت امرك، شو بتريدي؟ بس انت امري. ما بدي حدا يشوف نوار ولا يودعه. بس هيك ما بصير يا خالتي. هيك ما رح تتذكروا من نوار غير ضحكته اللي انا هلا ما شفتها، بس بدي ضل شوفها بحكيكم عنه. لازم الكل يتذكر نوار وهو عم يضحك، يذكرني اني بخاف انسى، بخاف موت وما لي متذكره. لا بعيد شي عن قلبك يا عمرامي، هذا طلبي الوحيد وفيكم تعتبروها وصيه الشهيد. يا عمرامي ما بيجوز من الله هيك، بكون عم خالف الشرع. الشرع الوحيد هو انا، ما حدا رح يشوفه، يعني ما حدا. يا اما اذا بدكم ادفنوني جنبه. لا حول ولا قوة. يلا شو عم تستنوا؟ يا جماعة صلوا على النبي، صلوا على النبي. هيك بدها أم الشهيد. فوتي لجوا أم رامي، فوتي لجوا. يلا عظم الله وأجركم سيدي، خلصنا. هيك ما مصير. بس يا أستاذ فادي مو حلوة بحقنا، لازم نعمل له وداع يليق بمقامه. لك أخي شو يعني وداع؟ جايتنا لهون هي توديعة، خلصنا يعني إذا ودعناه رح يرجع يعيش؟ لازم أقل شيء نقرأ له فاتحة. لك أخي الفاتحة بتنقرأ وين ما كان، هون ولا هنيك، خلص نقرأ الفاتحة كلنا مع بعض. يلا يلا الفاتحة. يا سيدي اتكلوا على الله. السيدات الحلبيات شاطرات كتير بالطبخ. مزبوط مزبوط سيدي. يبقى شو هو المزبوط؟ يعني انه شاطرات بالطبخ ولا انك حلبية؟ ها؟ مزبوط اني حلبية، بس قصة الطبخ يعني ما هو حلوة انه الواحد يمدح حاله، بس الكل بيشهد بنفس ام الزين. ايوه الكل. بس انا ما بيهمني الكل، انا بيهمني مثلا رأي حبيبي ابو الزين. يعني مبارح مثلا شو كان رأيه بالغداء؟ مبارحة؟ ليش أنا عم بشوفه لجوزي؟ سم الموت. لا 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 لا، يعني متزعلين يعني؟ لا والله، بس يعني برافو عليكي برافو عليكي، هيك بدي اياكي. المرأة لازم تكون بيت سر جوزها وما لازم نهائيا تطلع أسراره لبرا. برافو عليكي. حكي معدل وعلى أصول سيدي، أبوس روحك. معدل وعلى أصول. إيش فيك؟ بس نحن مو برا، نحن جوا، وجوا كتير كمان، لذلك فضفضي احكي، لا تضلي مخنوقة مشان ما تتعذبي، احكي. ايش بدي احكي؟ لك شو بدك تحكي؟
احكي الحكي اللي انت خايفه منه. والله يا سيدي ما في شيء حكي، والله يا سيدي انا ما بعرف شيء، جوزي ابو الزين ما بيحكي لي شيء، لا وين رايح لا وين جاي، لا شو بده لا شو ما بده، ما يعني ما بفضفض لي ما بفضفض لي اصلا. هو بيقول عني العايب والقش كثير وكثير اتحكي، انا بالقش كثير وكثير اتحكي سيدي. يعني انت ما عم تشوفي؟ طاول طاول ايوه. طيب واذا اكتشفت انه عم تكذب علي يا حلوه؟ يحل ايامك سيدي ابوس روحك. سيدي ليش اكذب؟ حدا بيكذب على الحكومه؟ اصلا انا لا بحب الكذب ولا بحب الكذابين. والله فعلا لان الكذابين ما بينحبوا. طول بس اذا عرفت انك عم تكذبي انا شو رح ساوي؟ شو رح تساوي سيدي؟ يعني مثلا اذا عرفت انه عم يحكي معك وما خبرتيني شو ممكن ساوي؟ لا سيدي انا ما بحبه اصلا، قرفت منه، بدي اطلع بدي اطلع بدي اتجوز بكري بكري ابن عمي صاحب بعمل الكلسات والكلاسيت. والله زعلتيني، شو تطلعي ما تطلعي؟ تعاطفت معك وناوي ساعدك اذا بدك، لذلك فوتي جيبي لي هويتك منشان خلصك من هالمجرم والارهابي، تفضلي فوتي. ماشي سيدي. ايش تشربوا؟ تمر هندي، شراب اللون؟ جيب الهوية دون شامي.